بنت 5 سنين عندها ألعاب، ولما بتكون مع صاحباتها بتلعب، وإذا خسرت ما بتقبلش الهزيمة، بتصير تبكي بكاء شديد وتصرخ. الأم بتقول هل هذا طبيعي؟ وكيف ممكن أقوم سلوكها؟ بدها تصلح السلوك. إحنا منصلحش سلوك، إحنا منعمل على تدريب الأطفال على كيف يضبطوا مشاعرهن، كيف يرتبوا رغباتهن، كيف يأجلوا رغباتهن. الهزيمة مش هويني، بينها وبين صحباتها، بينها وبين المجموعة اللي بتلعب معها بألعاب هي بتخصها وهي المسؤولة عنهن، شعور مش هوين. ليش انت متضايقة وبتقولي هل هذا شعور طبيعي؟ إسا ممكن زادت وجبة الصراخ والبكاء سبب ردة الفعل تبعتكو. لما الأهل بردوا فعل على سلوك، كل رد فعل كان سلبي أم إيجابي بالنسبة للطفل هاد حقق لها رغبة. انتبهتوا، ركزتوا، وكل ما انتبهتوا أكتر وركزتوا أكتر، إما بتوجيه، بانتقاد، بتوبيخ، كل سلوك منكو عم بخليها هي تزيد وتعلي من وجبة ردة الفعل تبعها. فهون السؤال، هل أولا سلوكها طبيعي إنها تزعل؟ طبعا الهزيمة مش هويني، إحنا الكبار كمان. ليش بتشوفيش بالألعاب الأولمبية لما واحد بخسر بيكون متوقع وبخسر؟ مش شغلة بسيطة، خصوصا لبنت 5 سنين بين صحباتها والعابها. الآن ضلت إنها نتجاهل السلوك، لما منتجاهله يوم ورا يوم بخفت حدة الشعور بالهزيمة، وبتصير الهزيمة الشعور نحو هالهزيمة شوي معتدل. أما زاد الزيادة هي ردة فعلنا. وأهم إشي إنه نركز على سلوكها المستحب. لما بتكون بنت متجاوبة، بتتعاون، بتتنازل، بترتب رغباتها، بتضبط رغباتها بكل الحياة باليوم، مش بس باللعب، نمدحها كتير ونخليها تشعر بإنه إحنا مركزين على كل سلوك فيه تأني، فيه تقبل، فيهش اندفاع، فيهش تأثر، فيهش كل قضية التأجج العاطفي. وهيك يوم ورا يوم بصير عندها ردة الفعل مع الهزيمة معتدلة.